سلام الله عليكم. نسخة أخرى من أحداث سبتمبر، اعتداء مروع، هجوم دموي، فرنسا تعيش حالة حرب. هذه مشاهدينا أبرز العناوين التي قرأها العالم صباح اليوم. ماذا حدث مشاهدينا في باريس؟ هل هذا يذكر بشارل إبدو وأحداث أخرى في إسبانيا وأمريكا وغيرهما؟ من وراء هذه العمليات؟ ما هي دوافع المهاجمين؟ ما هي أبرز الآثار والتداعيات والانعكاسات على الساحة الفرنسية خصوصا والأوروبية عموما؟ هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيوفنا خلال هذا الجزء الرابع من تغطيتنا للحدث. استيقظ الفرنسيون والعالم اليوم على خبر وصف بالحرب المعلنة على فرنسا عقب هجمات دامية ضربت العاصمة باريس أمس الجمعة وأوقعت أكثر من 130 قتيلا والعدد مرشح للتزايد بناء على عدد الجرحى الذي فاق 300 بمن فيهم في حالة خطيرة. الهجمات انطلقت بصورة متزامنة في مناطق عدة من باريس. شهود عيان حضروا في مسرح باتاكلون قالوا إن مهاجمين أو ثلاث اقتحموا القاعة وأطلقوا نيرانهم لمدة قاربت 10 دقائق باتجاه الجمهور، كما أكد ناج آخر من الهجوم الذي أوقع عددا كبيرا من الضحايا أنهم اضطروا للسير فوق الجثث المتكدسة في طريق خروجهم من المبنى الذي داهمته قوات الأمن. لم توجه كبرى الصحف الفرنسية أصابع الاتهام إلى جهة معينة، إلا أن بعضها ربط بين الهجمات والحرب على تنظيم الدولة، فيما وصفتها صحف يسارية بالحرب في عمق باريس. صحف يمينية ترى أن مثل هذه الهجمات الدموية كانت متوقعة في فرنسا، وكان تنظيم الدولة قد تبنى الهجمات التي وقعت أمس في باريس. الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال إن الهجمات حدثت بتدبير خارجي وبمساعدة أيد داخلية، ووصفها بأعمال الحرب والفعلة المروعة إلى أقصى حد. واتخذت الحكومة الفرنسية إجراءات لحماية المواطنين والتراب الفرنسي في إطار حالة الطوارئ. وأضاف هولاند أن فرنسا التي تعرضت لهجوم دنيء ومشين سترد بدون هوادة ورحمة، إجراءات قد تؤثر على حياة الجالية المغاربية والمسلمة وأمنها، جالية سبق لها أن أدانت الهجمات التي ضربت فرنسا وتبرأت منها رغم الاتهامات التي وجهها اليمين المتطرف لأكثر من 7000 مشتبه فيهم. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الأفاضل، وللذين التحقوا بنا اللحظة فإننا في الجزء الرابع من تغطيتنا الخاصة والمباشرة المفتوحة حول ما حدث في باريس ليلة أمس. ضيوفي الكرام الذين سيتابعون معي الحدث أستاذ هشام عبود وفيصل مطاوي وسمير بن عربي، وفي الأستوديو الأستاذ عبد الله أنس المحلل السياسي. أستاذ عبد الله، هل هي فعلا نسخة من أحداث سبتمبر كما كتب الإعلام اليوم، نسخة أخرى من أحداث سبتمبر؟ يعني ربما من ناحية الحجم والانتشار وردة الفعل العالمية الدولية يعني ممكن تكون أقل، يعني كلنا نذكر يعني أنه مجلس الأمن وروسيا والصين وأوروبا وآسيا كلها والهند وإفريقيا يعني كلها أعلنت بصوت واحد تضامنها مع جورج بوش، وتحركت الجيوش العالمية وذهبت إلى أفغانستان. فمن ناحية الحجم ربما أقل، ولكن من ناحية الآثار الكارثية على المسلمين خاصة في هذه الديار في أوروبا وإفريقيا لا أظن أنها ستكون أقل، لأنك بمجرد يعني الإعلان الرئيس الفرنسي أولاند عن حالة الطوارئ هذا معناه يعني إدخال الجالية، وأنا هنا وهي الحادثة الثانية بعد تشارلي إبدو، يعني أشهر فقط يعني وهنا نحن يعني درج على ألسنتنا نذكر الجالية، في حين أنه التعبير الدقيق مش الجالية، هي الأقلية المسلمة، لأنه الجالية بمعنى إنسان يعني مقيم مؤقت وسوف يعود، وبالتالي مصالحه
رعايتها أيضا تكون مؤقتة لغاية ما يعود، يعني كاللاجئين السياسيين ربما ما ينطبق على بعض المعارضين، سواء قبل أن يسقط النظام زين العابدين كان فيه كثير من المعارضين في أوروبا كراشد الغنوشي وكذا، ثم عادوا لما سقط حسني مبارك كذا، لأن وجودهم في أوروبا كان وجود مؤقت بسبب القمع الذي سلط عليهم في ديارهم، أول ما زال رجعوا، هذا نوع من الجالية. لكن هناك الحديث عن المسلمين الأصليين في أوروبا، وأنا اليوم كنت أشاهد في أحد ضيوفكم ربما والنماذج كثيرة اللي هو هذا ما هوش مرتبط بفرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا، ارتباط اضطراري لاجئ وسيعود عندما تنحل مشكلته أو يدفن في مقابر المسلمين في الجزائر. لا، هذا فرنسي ما عندوش وين يروح، أبوه وجده وجد جده فرنسي وأسلم، بريطاني وأسلم. فهنا هؤلاء ستتضرر مصالحهم، ستتضرر حريتهم. فأنت عندما تتكلم عن حالة الطوارئ في دولة يعني ديمقراطية مثل فرنسا، معنى هذا يعني ستلحقها حزمة من المضايقات على الحريات العامة، أي بمعنى لا تفتيش، يعني بعد الطوارئ يصير ماهوش التفتيش، لا تفتيش إلا بإذن النيابة، هذا يسقط، لا تحقيق إلا بمصاحبة محامي في مركز الشرطة، هذا يسقط. بمعنى أنه فرنسا لا إدانة ما بعد سبتمبر في أمريكا، لا إدانة بدون أدلة في المحكمة أيضا هذه ستسقط. هذه كلها المضار والشرور التي تسحبها معها حالة الطوارئ. وواضح يعني لا يختلف اثنان على أن المتضرر واضح هو شكون، يعني المتضرر رقم واحد هو الجالية الإسلامية، هو المسلمون الذين سيتضررون بهذا، وبالتالي وخاصة الفاعل ولربما سوف نعود إلى هذا. يعني نحن الآن العالم يشهد أفعال سيئة وردود أفعال أسوأ، وهذا ما سنتحدث عنه، كأنك تشير إلى تحدث مع ضيفك، سأعود إلى هذا إن شاء الله. تمام حاج عبد الله أنس المحلل السياسي. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بضيفي هشام عبود الكاتب الصحفي من فرنسا. أستاذ هشام، ضعنا في صورة هذا الحدث أولا، وكيف هي الأجواء الآن في باريس؟ أهلا أخي عثمان، وأهلا بضيوف الكرام وبالمشاهدين الأفاضل. بالنسبة للأجواء يعني هي سواء كانت في باريس أو غير باريس، يعني هي كل فرنسا في حالة ذعر، فرنسا كلها تحت حالة رعب لأنه الصدمة كانت شديدة. وأريد سمحت أن أضيف فيما يخص المقارنة بما حدث في سبتمبر، في أحداث سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية، هناك تشابه من جهة لأن هناك تعدد الأهداف، يعني في نفس اليوم كانت هناك ست أهداف تمت تعرضت إلى هجمات، ولكن بالنسبة لأحداث سبتمبر الأهداف كانت رمزية، لها رمزية كبيرة. كان الهدف الأول هم برجي الورلد تريد سنتر يرمزان إلى القوة الاقتصادية الأمريكية. الهدف الثاني كان البنتاغون يرمز إلى القوة العسكرية الأمريكية. والهدف الثالث كان دار البيضاء، وهي حتى وإن لم تصاب ولكن كانت مستهدفة وتمز القوة السياسية الأمريكية. وهذا بغض النظر عن حجم الخسائر التي كبدت بها أمريكا، بالإضافة إلى أن أمريكا لأول مرة تتعرض إلى هجمات فوق ترابها، لأن أمريكا كانت تعودت على شن حروب خارج ترابها. ولكن أنت قلت أستاذ هشام، قلت هشام أنه أمريكا لمرة واحدة يعني تزعزع كبرياؤها وغطرستها، لكن فرنسا هجمات وراء هجمات. أحداث تشارلي إبدو لم تمضي عليها شهور، ها هي الآن تشهد حادثة مروعة أخرى. هذا ما كنت ستتطرق إليه، يعني أنه فرنسا حتى قبل تشارلي إبدو تعرضت إلى عدة الآخر، بدءا بعملية 95 بدني العملية خلخال، عملية مراح، يعني
فرنسا تعودت على هذا، ولكن المرة هذه لأول مرة تكون هناك أهداف متعددة وحجم الخسائر أكبر بكثير مما كان يتصوره العقل. هذا هنا يعني وجه المقارنة. إذن هذا ما جعل فرنسا تتحدث، والمسؤولين الفرنسيين والصحافة الفرنسية تتحدث عن دخول فرنسا في حالة حرب، ولكن هذا الكلام سمعناه في جانفي الماضي، لأنه فرنسا اليوم تعيش حالة حرب ضد الإرهاب. وكما تفضل به ضيفكم، هذه الحرب مهما كانت نتيجتها، الخاسر الأول والأخير هي الجالية المسلمة، ليس في فرنسا فقط ولكن في أوروبا كافة عموما. نعم. طيب، ما الذي لاحظته اليوم يعني بعد العملية هذه البارحة تمت ليلا صباح اليوم؟ ماذا على ماذا وقفت هناك في الشوارع في الساحات والميادين في فرنسا؟ يعني ضعنا في صورة الحدث. أنا أول شيء عشت قرار غلق الحدود، لأنني كنت مضطر إلى المرور من إسبانيا إلى فرنسا، ولأول مرة أشاهد الحدود الفرنسية الإسبانية تغلق تحت حراسة مشددة، في حين أنا أمر يعني بصفة اعتيادية عبر هذه الحدود، لم أشاهد ولا مرة واحدة شرطي على الحدود. يعني أعطي مثال آخر، لأن الوحدة الأوروبية هي وحدة نعيشها يوميا. أنا مثلا أبنائي كانوا يدرسون في بلجيكا وأنا أسكن بفرنسا، ويوميا يتنقلون عبر القطار من فرنسا إلى بلجيكا لمزاولة دراساتهم الابتدائية والثانوية. ولكن اليوم على الحدود البلجيكية الفرنسية هناك حراسة مشددة. هذا أول شيء. وكما تفضل به ضيفكم، هو الدولة الديمقراطية التي نعيش فيها، فرنسا الديمقراطية، بنتيجة هذه العمليات ستتعرض الديمقراطية إلى نوع من المضايقات، يعني ستكون مضايقات ليس فقط على الجالية المسلمة ولكن على كل الناس. المطارات اللي صار تحت رقابة مشددة. إذن أنا عشت ما يخص موضوع قرار غلق الحدود الفرنسية وحراستها. داخل لما دخلت إلى فرنسا، يعني صرت كل طريق وأنا أشاهد الكآبة على الوجوه الفرنسيين وحتى المسلمين، والمسلمين كانوا يشعرون أكثر. وأقول أكثر من ذلك، يعني أنا شخصيا لما أكون ماشي في طريق بالسيارة ولما نتوقف بس نأدي الصلاة لأنه جاء حان وقت الصلاة، ونصلي خفية لأنه حتى لما يعني تحس يا أستاذ هشام، بمعنى يا أستاذ هشام تحس كأن الأنظار كلها موجهة إليك، مصوبة إليك. طبعا لما يشوفك، غير لما ينتقل الأذان من هاتف النقال متاعك، الناس تصف معاك، يعني تسرع بس تحبسه. شوف هذاك الشيء اللي يعتبر، لانه تعود عرضه، تعود انت هدف، الناس تشوف فيك وكانك خطر. نعم. لما ينطق بكلمه الله اكبر للاذان، تولي خطر على، انت تفكر خطر على الناس اللي دايرين بك. تمام يا هشام، ساعود اليك يا هشام لحظات واعود اليك. مشاهدينا الكرام، العالم الحقوقيون ومتابعو الشؤون السياسية عالميين وليس فقط فرنسيين يقولون بأن العالم كان مع فرنسا مرة أخرى، وندد بما سماه الهجمات المروعة التي شهدتها باريس ليلة البارحة. نتابع هذه التنديدات في تقرير الزميلة بسمة ثم نعود. توالت الإدانات لأحداث باريس التي أوقعت أكثر من 120 قتيلاً وعشرات الجرحى ليلة أمس، حيث كان أولها من الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي عقد مؤتمراً صحفياً حتى قبل أن تنتهي الهجمات، وقال أنه لم يستطع الاتصال بأولون نظراً لانشغاله بمتابعة الأحداث.
وتعهد باراك أوباما بدعم حكومته لباريس، وذكر أن مرة أخرى يشهد محاولة شائنة من الإرهاب لاستهداف المدنيين والأبرياء. كما عبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن صدمتها الشديدة إثر الاعتداءات الإرهابية، وأدان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني العمليات ووصفها بالمريعة في باريس وتعهد بتقديم الدعم. كما أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حزنه الشديد لسقوط عدد كبير من الضحايا، وأعلن تضامنه الشديد مع نظيره الفرنسي. وقدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي تعازيه إلى نظيره الفرنسي، وأعرب عن تضامن الشعب التركي مع الفرنسي. أما الجبير وزير الخارجية السعودي فقد أدان بشدة الهجوم، وقال أن السعودية طالما دعت إلى تكثيف الجهود ضد الإرهاب بجميع أشكاله. دولة قطر بدورها أعلنت استنكارها الهجمات، مؤكدة مواقفها الثابتة في نبذ العنف بكافة صوره وأشكاله وأيا كانت مسبباته. رئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة فقد قدم تعازيه في رسالة إلى نظيره الفرنسي، داعيا إلى تحرك دولي تحت مظلة الأمم المتحدة ضد ما سماه آفة الإرهاب. أما المنظمات الأممية والإسلامية فقد أدانت بدورها الهجوم وأعربت عن وقوفها إلى جانب فرنسا. عبد الله أنس، التقرير اللي زميلة بسمة سلطت فيه الضوء على أن العالم كله ندد بهذا العمل، قال هناك من قال عمل همجي، هناك قال عمل دموي، هناك قال لابد من متابعة هؤلاء الذين أضروا بالاستقرار في فرنسا وربما حتى في أوروبا بصفة عامة. كيف تلقيت أنت هذه التنديدات العالمية؟ من كل هذه التنديدات أخي عثمان والمشاهد الكريم، أكثر جهة اللي ينبغي أن يسمع لها وتأخذ تنديداتها بجدية هم الذين يقع عليهم الضرر بالدرجة الأولى. لأنه أنت تعرف سواء بوتين ولا الدول الخليجية ولا يعني الرأي العام العالمي ولا الدبلوماسية العالمية، كل دولة تريد أن تسجل موقف يعني يبقى للتاريخ حتى لا تدان في المستقبل أو تتهم بأنها تتستر وما إلى ذلك. وفي غالب الأحيان الدول تعلن براءتها من هذا من هذه الأعمال الإجرامية، وفي كثير من الأوقات تباركها استخباراتها داخليا. هذه على كل حال لعبة انت مصالح وانت استخبارات قذرة ومعروفة عند الجميع. لكن ما يعنيني بالدرجة الأولى هو الجهة التي تندد وهي متضررة، وهذه الجهة هي الأقليات المسلمة، هو الإسلام وأهله في هذه الديار. وحتى كما تعلم أخي عثمان الفقهاء يعني القاعدة الأصولية المشهورة، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكما قال مالك الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا. يعني بمعنى الفتوى حتى تكون صائبة والتحليل حتى يكون دقيق والحكم حتى يكون علمي لابد أن يصدر عن إنسان مستوعب الأمور. وبالتالي لو يجيك محلل مثلا مقيم في مدينة في الجزائر أو في تونس أو في الرياض أو في العراق أو كذا، ما يقدرش يوصف لك الضرر مثل الذي يعاني منه في 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 داخل هذه الديار. صحيح. فلذلك يعني أشكر أنا قناة المغاربية أنها اتجهت مباشرة إلى المتضررين. ولو كان ضيفك من فرنسا الأستاذ هشام عبود الآن مش موجود في فرنسا، ربما هذه المعاناة التي عاشها في ظرف أقل من 24 ساعة الماضية والله أعلم هو سجل ملاحظة، يعني ربما جاءته فرصة الآن يتكلم في المغاربية، ربما اللي ما عندهمش فرص يتكلمون عن حالات احتقان وعن حالات ظلم ربما بالملايين. وأنا سمعت الآن عن أول المبادرات الآن فيه مسجد في في إسبانيا تم إحراقه، يعني تم إقدام على حرق مسجد وبدأت فهد. فبالتالي المتضرر الأول
هو الإسلام وأهله في هذه الديار. فقط أريد أن أذكر شيخ عبد الله، وفقط أريد أن أذكر أن منظمات إسلامية ومؤسسات وجمعيات نددت بهذا الفعل المشين، هكذا وصفته الشيخ القرضاوي رئيس الاتحاد العام الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أيضا ندد شيخ الأزهر، هذو كلهم نددوا بهذا الفعل. بالفعل يجب أن يتم التنديد. أنا في حديثي في المقطع الأول أنت يعني كنت تريد أن تعود إلى ضيفك، كنت أريد أن أقول لك أخي عثمان هناك أفعال سيئة، هذه الأفعال السيئة أقصد بها تقوم بها والتي بدأت من تدخل أمريكا في العراق. احنا ما نقدرش نتصور هذا العالم الذي يموج بهذه ردود الأفعال جات من فراغ ما لهاش مقدمات. احنا فقط سمعنا توني بلير من 3 أسابيع يعتذر عن مقتل أمة بكاملها في العراق، حلوا جيش وحلوا شرطة ودمروا بلد الله أعلم متى يعاود يعني تلتئم لحمته هذا البلد. فإذا في كان الشعب السوري أيضا في البداية الثورة كانت سلمية، وبقي العالم الغربي يتفرج وترك بشار الأسد يحول هذه الثورة من سلميتها إلى عسكرتها عسكرها. فهذه الأفعال السيئة كيف نقبل إحنا من توني بلير؟ وأنا متأكد ربما نتيجة الضغط ممكن أيضا يخرج علينا رامسفيلد غدوة ويخرج علينا جورج بوش وأنا أعتذر، ولكن طال الزمن أو قصر المسألة ما تكفيش فقط باش تعتذر اعتذار في الصحافة، لكن ما نتحدث عنه أيضا هذه الأفعال السيئة. لكن اللي مش قادر نفهمه أنا ونستوعبه ردود الأفعال الأسوأ، يعني بمعنى أنا مانيش عارف شاب غضبان من الأوضاع العالمية، غضبان من مانيش عارف مانيش ما عنديش قراءة سليمة وكذا، زعفان من أولاند، ناس يتعشى هو وزوجته في مطعم نروح نفرغ فيهم كلاشينكوف. هذا اللي كان يتعشى في المطعم البارح، ولا ربما أنا سمعت حتى فيهم مسلمون طبعا. وحتى لو افترضنا ما فيهمش مسلمين إنسان بريء. طيب منطق القرآن يقوم على مبدأ عظيم لم توصل له لا أمريكا ولا أوروبا، ألا وهو مبدأ ولا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا هناك فعل وهناك رد فعل أسوأ، هذا الفعل الأسوأ اشتركت فيه جهتان، الأنظمة العربية وحتى أسامة بن لادن، ولعلكم تذكرون ويعني قبل أن تعلن أمريكا ما يسمى بأبو تباد دوكيمنت، وثائق أبو تباد، يعني نسبة إلى المدينة القرية التي قتل فيها أسامة بن لادن، CIA وأمريكا أعلنت عن الوثائق التي ألقتها هناك وأعلنوا عنها. لكن هو كان قال الكلام ولكن الناس ما انتبهوش، وأنا كنت استضفت أنا في الحوار هنا وناقشنا الشريط الذي بعثه قبيل مقتله بشهور، أي بمعنى يطالب الشباب المتأثر بأسلوب التغيير أو بمنهج القائدة، يطالبهم أن يتبنوا أسلوب التغيير السلمي الذي حصل مع الربيع العربي، بمعنى أنه حتى القائدة بدأت تغير فيها. لكن الذي أجهض الربيع العربي هو الدولة العميقة، لأنه السيسي ولأنه ربما نزل في محاور أخرى سنعود. أستاذ هشام، قرأت صباح اليوم بل تصفحت الكثير من الجرائد أكدت وقوف الجالية العربية المسلمة المغاربية تحديدا، الجزائرية والتونسية خصوصا، وقوف الجالية أبناء الجالية أبناء الأقلية، حتى لا يزعل منا الأخ عبد الله، هالأقلية كلها وقفت متضامنة مع الحدث، مع الذين مع ضحايا هذه الأحداث. هناك من أشعل الشموع، هناك من أتى بورود، هناك من يمسح دموع الآخرين، هذا يدل على أنه الأقلية كذلك حاضرة، بل هناك من الضحايا حتى من الجزائر وتونس مثل ما بلغني اليوم. هشام، هشام عبود. نعم تفضل تفضل. نعم، شوف بالنسبة لموضوع التضامن مع الضحايا، هو أول شيء اللي لاحظوا أن الإرهاب هذا أعمى. لما هؤلاء الإرهابيين جاءوا يضربوا الأهداف لهم، ولن يعلموا بأنه هناك يعني جالية مسلمة مغاربية كبيرة في فرنسا، والمناطق اللي ضربوها كل حي توجد فيها الجالية المغاربية والجالية المسلمة. إذن من الضحايا مثل ما كان في شارلي إبدو، كانوا ضحايا مغاربيين، كانوا اثنين، نفس الشيء هالمرة. وبالتالي يعني لما تكون هناك تضامن، لما يكون أولا
بغض النظر عن كون انه هذا فرنسي وهذا مسلم وهذا مسيحي وهذا كذا، لان الارهاب اعمى ما يشوفش، يضرب كل الناس. ولكن الشيء اللي انا قدره واللي يعني بلادنا هو انه رئيس الجمهوريه الفرنسيه قبل يعني بمجرد ان وضع له الخبر غادر الملعب، وكان الملعب مازال لم يستهدف بعد، ولكنه غادر باش ياخذ مهامه كرئيس دوله ويشرف على الاجراءات اللي يلزم يتخذها. ثانيا مجلس الوزراء انعقد في ساعه متاخره من الليل، رئيس الدوله اخذ الكلمه تكلم وتوجه الى الشعب الفرنسي في ساعه متاخره من الليل. انا لما نشوف هذا الشيء غير كجزائري، غير لانه رئيسي باكم، رئيسي ما يتكلمش، رئيسي حدث ما حدث في الجزائر في الثلاث سنين اللي فاتت، مات اللي مات وعاش اللي عاش، ولا توجهنا بكلمه هذا الرئيس هذا حتى باش يهنينا بمناسبه عيد الاستقلال 50، ما هنناش بكلمه. هو عز يعني اليوم يا هشام، عز الشعب الفرنسي وفرنسا وهولندا كذلك. لا اعتقد انه هو الذي عز الشعب الفرنسي، هذا يعني كانت رساله مكتوبه من طرف احد المستشارين، لاننا لا نعلم اين يوجد هذا الرئيس كجزائريين. اسمحوا لي نخرج من موضوع الى موضوع، ولكن هذا ما يحز في قلبي. سمعت لا نعرف كجزائر ان يوجد رئيس في الدوله الجزائريه، واحد يقول لك في غرينوبل، واحد يقول لك في الفال دو غراس، ولا كلمه خرجت. هذا رجعنا لسنه 2013، هكذا كانت. ومن قبل دائما عهد بوتفليقة، حتى لما كان صاحي وكان بصحته كان يغيب ويمشي من الأماكن ما نعرفوش اللي راهم متواجد فيها. يعني ما نظنش إلا هو اللي يعز الشعب الفرنسي، ولكن الشعب الفرنسي يعزيه الشعب الجزائري، يعزيه الجالية الجزائرية والجالية المغاربية اللي متواجدة في فرنسا بتعاني، واللي هي أول متضرر من ما ألحق بفرنسا جراء هذه العمليات الإجرامية. طيب خليك معي أستاذ هشام. مشاهدينا الكرام، مثلما كنا قد تحدثنا عن هذا في الأجزاء الأولى من تغطيتنا، رقابة مشددة ليس فقط في فرنسا بل في الدول الجارة لفرنسا أيضا، حتى في العالم، في أمريكا، في روسيا، في بلجيكا، الكثير من الدول شهدت رقابة مشددة في مطاراتها، في خطط السكك الحديدية، الخطط البرية، كذلك في الموانئ، كذلك في الشوارع والساحات والطرق والميادين جراء ما حدث في فرنسا. أعلنت دول أوروبية والولايات المتحدة تعزيز إجراءات الأمن ورفع مستوى التهديد الأمني المحتمل عقب الهجمات التي تعرضت لها باريس الليلة الماضية، وكانت قد أودت بحياة 128 شخصا وأصابت نحو 300 آخرين. رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون قال إن حكومته ستبقي حالة التأهب الأمني القصوى في البلاد، وهذا يعد ثاني أعلى مستوى أمني، مما يعني أن وقوع هجوم مسلح أمر محتمل جدا. وكانت قوات الأمن قد أخذت أحد مباني مطار غاتويك في لندن كإجراء احترازي. في ألمانيا أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل أنها دعت إلى عقد اجتماع أزمة وزاري، متعهدة ببذل كل ما في وسعها لمساعدة فرنسا في معركتها ضد من سمتهم الإرهابيين. وزارة الداخلية في برلين أعلنت أن ألمانيا لا تزال في مرمى نيران هؤلاء المسلحين. وكانت الشرطة الألمانية قد شددت الإجراءات الأمنية أمام مقر السفارة الفرنسية، ودفعت بدوريات إضافية لرجال الأمن في الشوارع والساحات والميادين والمنشآت العامة. من جهته قال رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينسي إن بلاده تشدد إجراءات الأمن، وإنه لا ينبغي التهوين من احتمال وقوع هجمات فتاكة أخرى. رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا قال إن بلاده ستعزز الأمن على حدودها وفي مطاراتها، مضيفا أن الهولنديين في حالة حرب مع تنظيم الدولة الذي ينشط في الشرق الأوسط، وأضاف أنه ستتم مراقبة حركة المرور من فرنسا وإليها بما في ذلك المطارات ومحطات السكك الحديدية. بلجيكا هي الأخرى فرضت قيود على الوصول إليها برا وبحرا وعبر القطارات من فرنسا، مشددة على عدم إغلاق الحدود، ولكنها ستصعد عمليات المراجعة الفورية للمسافرين القادمين من فرنسا. الحكومة الفنلندية قالت إنها عززت إجراءات التفتيش الحدودية في مطار هلسنكي والموانئ، وإن الشرطة في حالة تأهب قصوى عقب هجمات باريس. أما رئيس وزراء فنلندا فقال علينا ألا نفسح المجال للخوف والتعصب. في الولايات المتحدة أعلنت إدارات الشرطة في مدن عدة تعزيز إجراءات الأمن، وقالت وكالات إنفاذ القانون والنقل إنها في حالة تأهب كبيرة.
رئيس بلدية نيويورك ذكر أن المدينة في حالة تأهب دائمة ومتأهبة لأي هجمات محتملة، كما اتخذت شرطة ولاية ماساتشوستس إجراءات أمنية متشابهة، والحال نفسه في مدينة شيكاغو. الآن نمشي هذا الكلام، مرحب بانضمام فيصل مطاوي الكاتب الصحفي المعروف من الجزائر. فيصل، كيف تلقى الشارع الجزائري هذه الأحداث من فرنسا، خصوصا وأن وكالات الأنباء أكدت وجود ضحايا من الجزائر في هذه العمليات الإرهابية؟ طبعا عثمان، هناك يعني اندهاش كبير في الجزائر وتساؤلات كذلك، يعني أنا مثل ما كان الحال بالنسبة لاعتداءات جانفي الماضي ضد جريدة الشارلي هيبدو، فنفس التساؤلات تطرح يعني بالنسبة لما حدث في باريس، لأن كان هناك كثير من المعلومات وردت بالأمس، وكان هناك تضارب في المعلومات، والسفارة الجزائرية في وقت سابق لا يوجد ضحايا جزائريين في وسط من فقط في باريس، ثم تبين أن هناك ضحايا جزائريين لأنهم كانوا داخل المطعم وآخرون كانوا في قاعة باتاكلون، وهذا طبعا يشير إلى تسارع الأحداث في كل المنطقة، ليس فقط في المنطقة العربية والشرق الأوسطية، وإنما في باريس. باريس التي تقول أنها تحارب الإرهاب في مالي ولا تستطيع تأمين بعض الأماكن العمومية في باريس، هذا يطرح سؤال أول. سؤال ثاني فيما يخص طريقة محاربة الإرهاب، لأن لو قرأت عثمان بيان وزارة الخارجية الجزائرية، وزارة الخارجية الجزائر طبعا تميزت عن باقي الدول بأنها كانت هناك عدة بيانات، بيان لوزارة الخارجية وبيان وتصريح للوزير الأول عبد الملك سلال ورسالة لرئيس التفتيق. الجزائر يبدو أنها لا تصدر بعض أفكار باريس في مجال محاربة الإرهاب، بحيث أن الجزائر تطالب بمقاربة أممية، وهذا على ما أعتقد ما حدث في باريس ربما سيفتح نقاش آخر حول طريقة التعامل مع الجماعات المتشددة، وحول تعامل بعض الدول الغربية التي تكيل في بعض الحالات وفي كثير من الحالات الكيلة بالمكريين. كما أن الحكومة الفرنسية فيصل أعلنت عن حزمة جديدة من القوانين، إجراءات هكذا ممكن نسميها، خاصة حول الفيزا، حول قضية تشينغن، ممكن فيه روايات أنه خلاص فرنسا ستخرج من فيزا تشينغن الاتحاد الأوروبي، وكذلك حتى التضييق على الحصول على التأشيرة. نعم، وهذا ربما يخدم مصالح من كانوا يطالبون بهذا التجديد، يعني هذا يذكرنا بما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أحداث 11 سبتمبر، عندما تغلب المنطقة الأمني التسلط على المنطقة الحريات، يعني الآن فرنسا ربما ستتصرف بكل سهولة في مجال إعطاء التأشيرات. كانت في السابق كانت هناك مشاكل مع التأشيرات ودخول فرنسا صعب جدا، والآن سيصبح أصعب، لأن يا إما أنت كدولة أوروبية عضو الاتحاد الأوروبي تطالب بيت حرية تنقل الأشخاص وتطالب بالحريات وتقول أنك مع نظام شنغن، ثم تقول أن هذا النظام لا يليق بي ولا سأغيره، يعني كأنك تتصرف بصفات انفرادية، وبالتالي فما فائدة وجود الاتحاد الأوروبي ذاته؟ هذا سؤال يطرح أولا. وسؤال ثاني، وأنا أعتقد عثمان أن أول ضحايا فيما حدث في باريس هم المسلمين والجالية المسلمة المقيمة في أوروبا، لأن سمعنا اليمين المتطرف الأوروبي ليس فقط في فرنسا، في ألمانيا وفي إيطاليا وفي دول أخرى أوروبية يرفع اليوم الصوت بشدة، حتى أنا يعني عفوا على التعبير الذي سيستعمله، جريدة إيطالية قالت أن المسلمون هما كالكلاب، عفوا على هذا التعبير، لأن هذا المنطق موجود الآن في أوروبا وسيخدم هذه الفكر مع كل أسف، وتكون ضمان مطاردات وتكون أعمال عنف ضد الجالية المسلمة التي لا دخل لها في ما حدث، وهي إن كان هناك تشدد وتطرف ديني فهذا لا يعني أن كل المسلمين بهذا المنطق. وهذا المنتظر فيصل، لأنه أنا قرأت اليوم في بيان صادر عن جامع الأزهر في مصر، وهم يتكلمون مع فرنسا، الحكومة الفرنسية، بأن تهتم بالأقلية المسلمة هنالك في فرنسا، وأن تحذر من أي أخطار قد تطال هؤلاء الذين يسكنون فرنسا منذ سنوات. لكن السكوت ما زال مطبقا بالنسبة للحكومة الجزائرية، وأنت تعرف أن ملايين من الجزائريين يسكنون فرنسا، متى تتحرك الحكومة الفرنسية لتدق ناقوس الخطر حول حماية أبنائها الذين يعيشون هنالك في فرنسا؟ نعم، أعتقد أن الخارجية الجزائرية والسلطات الجزائرية عليها أن تتحرك بسرعة. كانت هناك جملة فقط في رسالة بوتفليقة لفرانسوا هولاند، عندما قال أن بوتفليقة يجب التفريق عمن يستعملون العنف وتفريق على من الذين يريدون إدخال المسلمين وغير المسلمين في حرب حضارات. هذا جملة ربما أعتقد أنها أهم في رسالة بوتفليقة، ويجب أن تتبع بخطوات يعني عملية، أن تدخل ليس فقط الحكومة الجزائرية ولكن كل الحكومات العربية وخاصة المغاربية لحماية الجالية المسلمة.
المسلمة ولضمان حقوقها، لأن الأمور أعتقد ستتسارع في الأيام القادمة وستصبح الجالية المسلمة إن لم تتنظم، لأن حتى الجالية المقيمة في أوروبا، في كل أوروبا ليس فقط في فرنسا، عليها تنظم نفسها لتحمي حقوقها وتدافع عن فكرة الإسلام، ليس هذا الإسلام الذي يراد التشويق له، يعني الإسلام العنفي والتقتيل والقتل، ويعني تتصرف بصفة لائقة مع الدول المقيمة فيها حتى لا تصبح كذلك مادة دسمة بالنسبة للحركات المتطرفة سواء كانت سياسية أو غير سياسية في أوروبا مستقبلا، خاصة أن مثلا دولة مثل فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية في 2017، وماري لو بان وهي زعيمة الجبهة الوطنية وحزب متطرف فرون ناسيونال رفعت صوتها بصوت كثيرا في الأيام في منذ الساعات الأخيرة لتظهر كأنها هي الحل السياسي لفرنسا الذي تريد الدفاع عن السادة الذين يهاجمونها. فيصل مطاوي الكاتب الصحفي، جزيل الشكر لك، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أعود لك سيد عبد الله، من وراء هذه العمليات سيد عبد الله، ولماذا قاموا بهذا الهجوم؟ من وراءها كلنا تابعنا، أنت شايف يعني ما يسمى بتنظيم داعش، الدولة الإسلامية حشاه الإسلام، هي التي تبنت هذا، ويجب أن نتكلم عن هذا التنظيم. أنتم ذكرتم يعني أشرتم إلى جملة من المفاسد التي تتعرض لها الجالية، سواء متمثل في تعطيل مصالحهم في إعادة تفعيل الحدود، أو في تعطيل مصالحهم بإعلان حالة الطوارئ، أو بتعطيل مصالحهم خاصة طبقة الإناث اللي ما تقدرش تمشي في الشارع، لأن الرجل قد ربما خاصة إذا كانت يعني بشرته ربما تشبه بعض الأجناس في العالم وكذا، يعني ممكن يمر، لكن المرأة لا تمر، متحجبة واضحة شعار إسلامي. فهذه المفاسد كلها أنا ماني قادر نتصور يعني أب أو أخ أو أستاذ أو إمام أو صحفي أو مقيم عادي يخرج لعمله ثم يعود كل يوم بين مسجده أو جامعته أو متجره أو مطعمه أو مستشفاه وما إلى ذلك. ما الذي حققه من هذه العملية؟ هل استشرناه في هذا النوع من رد الفعل؟ يعني أنت تمسك، وحتى الأهداف هؤلاء حتى أهدافهم عمياء، يعني أنا ماني شايف فيها، وين الشجاعة؟ احنا عايشين الآن في لندن، تقدر انت الان تروح الأوكسفورد سيركس وتمشي فيها ومكتظة ما عندكش وانت تحط رجلك بالناس، وتقدر تقوم عملية وتقتل الناس، يعني ما مش هذاك التخطيط الرهيب، ما هوش هذاك العبقرية الكبيرة العسكرية، يعني السلاح تقدر تشتريه من هناك. فانت الان في داخل فرنسا، واحد جايب زوجته وواحد جايب اولاده يتعشوا ويروحوا لدارهم، يعني استهداف للمدنيين، يعني استهداف اهداف رخوة لا تدل على شجاعة ولا على تخطيط عسكري. ثم بعد ذلك حتى هذه الجهة، خلينا نقف، احنا اولا متضررين مسلمين نعيش في هذه الديار، حتى هذه الجهة اللي تبنت هذه العملية داعش بعض الناس كأنهم يقولون بسبب انه يقومون القوات الدولية تقوم بالقصف في سوريا الى بعض اخوي، احنا عندنا في سوريا موجود الجيش الحر وموجود جيش الفتح. جيش الفتح كما تعلم هو يجمع كل الفصائل الكبرى اللي الآن تسلحت منضوية تحت جيش الفتح، اللي هو فيه أكبر فصيل في سوريا اللي هو أحرار الشام، وفيه لواء الإسلام، وفيه جبهة النصرة، يعني فيه يعني هذه المجاميع الكبيرة مشكلة لواء إيش اسمه جيش الفتح، ويقابله جيش الحر. إذا كان كنت تعنون أنه سوريا راهي تقصف، هذا الناس ما قالوها بكل وضوح، نحن معركتنا مع بشار الأسد، ما لنا دخل لا في تفجير لا في باريس ولا في لندن ولا في ألمانيا. إذن تقول احنا قمنا بهذا العمل انتقام لسوريا، أهل سوريا وحتى المقاومات الأخرى، حماس الآن في معركة مع الكيان الاحتلال الصهيوني في معركة دامية، أصدرت بيان وأنكرت هذه العملية، أي بمعنى داعش تغرد خارج السرب. فهذا رقم واحد. رقم اثنين، أولا داعش أجندتها غير أجندة المقاومات،
يعني المقاومة الآن في سوريا المسلحة قال لك عندنا وقالوها في بياناتهم الجبهة الإسلامية وجيش الفتح والجيش الحر، هذا إذا أردنا أن نتكلم عنه، قال لك يا أخي إحنا مقاومتنا سوريا لكل السوريين، وقالوا هذا في البيان نتاعهم، قالوا لهم يعني تقصدون لكل السوريين، أي بمعنى مستقبل سوريا سيكون أيضا فيه النصيري والعلوي والشيعي، قالوا نعم هم سوريون هذا بلدهم، معركتنا مع النظام الفاسد المتمثل في بشار الأسد. فإذا معنى أجندتهم واضحة، معركتهم بالهدد وحتى حماس أي مع أي داعش. لكن هذا مختلف تماما، داعش ليست لا في العيري ولا في النفير، في هذا هي أجندتها مختلفة، هي أصلا أعلنت الخلافة الإسلامية وطالبت الشباب المسلم في أوروبا أن يلتحق بالخلافة، وطالبت المسلمين عامة أن يلتحقوا بالخلافة، وحلت كل تجمعاتهم بالنسبة لها، ولذلك هاجمت حماس وهاجمت الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهاجمت حركة الإخوان المسلمين وهاجمت كل الحركات الإسلامية الصحوة العالمية العالمية، بمعنى يعني أن هذه الملاحظات لا تعنيها، يعني بمعنى لا تعنيها إطلاقا، يعني بمعنى أن هناك خليفة ظهر في الموصل والمسلمون آثمون إذا لم يلتحقوا به ولم يبايعوه. فإذا نحن نتكلم عن هذه العملية تاع البارح، هذه أجندة مختلفة، يعني هما ربما من أجل تجنيد الشباب يقدمون هذه الشعارات، يعني احنا ضربنا وهذا البكاء وكذا، لا 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 أخي، أنت لا تعبر عن الثورة السورية، لأن الثورة السورية يعني عندها أبنائها، أهدافهم واضحة، المقاومون في العالم سواء حماس في فلسطين أو حتى طالبان في أفغانستان كل يوم الآن يموتون على يد داعش. فإذا معناه احنا نتكلم عن نبتة إجرامية، نبتة لها أجندة غير أجندة القمع والظلم وما إلى ذلك. فإذا لماذا المسلمون يدفعون الثمن؟ انت بعدين البغدادي هذا وش عرفك انت بالمسلمين؟ في تتكلم على 100,000 ولا 200,000 ولا 5 ملايين مسلم، تتكلم على أكثر من 50 مليون مسلم في أوروبا بالمسلمين الأصليين اللي هو البلقان وغيرهم، ولا بالمسلمين الذين أسلموا خلال هذه 100 سنة الماضية، أو بالمسلمين الذين أصبحوا توطنوا هذه الديار. فإذا كيف أنت تسمح لنفسك تتصرف وتحدد مصالح المسلمين ونحن عشنا هذه الكابوس في بعد 11 سبتمبر؟ يعني ربما أحيانا يلتقي الغضب بالجهل، فقد تستهوي بعض الناس بعض الشعارات، خاصة الشباب الظلم الذي متسلط على الأمة حمد. وكذا ومن يشعرف وكذا، فقد يعني بعض الشعارات تمرر. لا يا أخي، هذه الديار عندها من يتكلم باسمها، مراكزها الإسلامية، دعاتها، سياسيوها، ناشطوها، فضائياتها، وبعد ذلك الحريات المتوفرة للمسلمين هنا وانترك في مستحيل تكون متوفرة. تقدر أنت هذا المنبر اللي عاملينه أنت في المغاربية تقدر تعملها أنت في الجزائر؟ تقدر تعمل أنت تلفزيون الحوار في سوريا؟ معناه المتضرر الكبير هم الذين يغارون أو يحسدون هذه الجالية المسلمة كيف تتكلم، هذا والمتضرر الأول هم الحسودون المتمثلين في الأنظمة. فإذا احنا شايفين بشار الأسد وإيران هم المستفيد الأول، لأنهم قالوا هذا الكلام من أول يوم، نحن لسنا ضد ثورة سورية سلمية تريد الحقوق المدنية، بل نحن ضد إرهاب دولي، الآن يثبتون هذا بالأرقام. نعم، وبشار الأسد قال ليلة البارحة بأنه ألم نقل لكم، هذا هو السؤال الذي أجاب به كثير من الصحفيين، قال ألم نقل لكم بأن هذا الإرهاب أعمى ولا يتسلط فقط على سوريا. لا بأس بالعودة مجددا لزميل هشام عبود من فرنسا. هشام، ماذا كتبت الصحافة الفرنسية اليوم خصيصا حول إجراءات الحكومة الفرنسية برئاسة كذلك تقييم جهود فرانسوا أولاند جراء هذا الحدث الذي هز فرنسا، وهل فعلا هناك من لامه قال هذا جزاء فرنسا التي تحشر أنفها في الشرق الأوسط في أحداث العراق وأحداث سوريا، وبالتالي فإنها لن تندم على الذي جرى، هل هذا صحيح؟ شوف، بالنسبة لما صدر اليوم في الصحف الفرنسية، يعني الأغلبية كانت تصب حول الخبر حول الحدث، يعني لأنه التحليل يطلب وقت باش حتى يكون عنده كل المعطيات باش يقدر يحل، ولكن كانت هناك ردود أفعال، هناك ردود أفعال جد سلبية تجاه الجالية المسلمة، ونسجل مثلا رد فعل
مارين لوبان اللي طالبت بغلق المساجد التي سجل فيها خطاب راديكالي، وكذلك بتشديد الإجراءات ضد الجالية المسلمة. يعني ووضحت أنه يعني موقفها هذا جد معادي للمسلمين. ولكن أنا سجلت شيء آخر، مثلا في مارسيليا هناك شباب أشعلوا الشموع وكتبوا لافتة ضد معبرة، يقولون تكفي ساعة واحدة لهجمات إرهابية على باريس لنفهم لماذا آلاف اللاجئين يتدفقون على أوروبا. يعني أن هؤلاء اللاجئين يفرون من الموت، يفرون من الإرهاب، لأن هذا الإرهاب طالهم في أوطانهم قبل أن يلاحقهم في فرنسا. كان هذا رد يعني فعل يجي من طرف شباب فرنسي الأصل، يعني مش يعني فرنسيين ذو أصول مغاربية. إذا هذا رد فعل الصحافة إلى حد الآن معروف أن الصحافة الفرنسية عندها موقف غير معاد يعني الجالية المسلمة، ولا تجهر به حتى وإن كان في واحد عنده نوع من المعرفة لا يجهر به، لأنه الأخلاق لا تسمح بذلك، سواء أخلاق المعنى أو الأخلاق العامة بصفة عامة. الصحافة الفرنسية طبعا أيدت هولندا في الإجراءات التي اتخذها، وحتى يعني المعارضة أيدته في ذلك. ومثل ما حصل في جانفي أثناء عمليات شارلي إبدو، فرنسا هولندا سيسجل نقاط على الساحة الإعلامية وعلى الساحة السياسية. طبعا هو لا يسعى إلى استغلال حدث مثل، ولكن موقف ورد فعله كانت متطابقة لردة فعل الأغلبية الفرنسية، حتى وإن كان هناك يعني مثلا مواطن بسيط يشمئز من المواطن المسلم من الجالية المسلمة لأنه لا يفهم ذلك. ولكن مثلا اليوم سمعت إلى حديث بين فرنسيين ومغاربة، يعني ما لاحظ المغاربي الفرنسي أنه من قام بهذه العمليات هم يعني عادة أغلبهم فرنسي الجنسية، يحملون الجنسية الفرنسية ولكن من أصول مغاربية ولكن مواليد فرنسا وهم نتاج المدرسة الفرنسية الجديد، مثل ما كان الحال في العمليات السابقة. والشيء الذي لاحظته هو أنه الفرنسيين يعني يعرفوا كيف أن يفرقوا ما بين الفرنسي الذي هو المهاجر المسلم الذي يعرف كيف يتأقلم مع الأجواء وكيف يحترم قوانين الجمهورية الفرنسية ويحترم ديمقراطية السائدة، وهذه العناصر التي تعيش على هامش المجتمع والتي تجد فيها التنظيمات الإرهابية يعني تأخذ منها هذا الشباب اللي باش تجندوا وتخلق فيه هذه الأفكار السوداء وهذه الأفكار الإرهابية وتستعمله كأداة. وحسب ما جاء في الصحافة الفرنسية هناك عناصر يعني وهذا لأول مرة تم فيه استعمال أحزمة ناسفة لأول مرة، وسجل أن أصحاب هذه الأحزمة يبدو حسب بعض المعلومات أنهم من جنسيات مصرية وسورية. أن يعني هذ الناس هذو يعني اللي جاوا يحملوا جنسيات سورية ومصرية هذو ما زال كما قلوا بالعنية جاوا يفسدوا على آلاف اللاجئين السوريين اللي هاربين من الإرهاب، هاربين من القمع تاع النظام الجائر، وهربين من الإرهاب اللي زعما راهو يجي ضد النظام الجائر. وهذا داعش كما تفضل به ضيفكم اللي يدعي أنه يقاوم باسم الإسلام وأنه يدافع عن الإسلام، فهو يعني
كان ضحيته الأولى هو المواطن البسيط في سوريا اللي فر إلى أوروبا، واليوم راه يلحق فيه إلى أوروبا. يعني وباقي دائما المواطن السوري اللي كان يعيش تحت وطأة الاستبداد نتاع بشار الأسد، ولا شكون اللي حب زعما ياخذ الإرهاب راح ياخذ هذا المواطن هذا، راه يلحق فيه ضربه في سوريا ولا يلحق فيه في أوروبا. أنا أشكرك جزيل الشكر سيدي هشام عبود الكاتب الصحفي، كنت معنا من فرنسا عبر الهاتف، جزيل الشكر لك سيدي هشام. عودك سيد عبد الله، هناك من يعيد الأسطوانة المشروخة هذه سمعنا منها مرارا وتكرارا حول لكن الاستدراك، ندين نستنكر نشذب لكن. لكن أعتقد أن علماء الإسلام دعاة الإسلام أئمة الإسلام يقولوا دعوكم من لكن، الآن لابد أن نستنكر ونقول للمجرم يا مجرم قف عند حدك. نعم هذا الكلام هذا صحيح، هذا الكلام موجود، وربما في كثير من الأحيان أفقد مصداقية بعض المتدخلين من العلماء أو الدعاة، كأنك تظهر أمام الجانب المقابل عندك أجندة ولكنك فقط خايف لا تتعرض للمساءلة أو خايف من التفتيش أو كذا فتتماهى. لا لا يا أخي، الإسلام واضح، الإسلام واضح وضوح الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة وقال أحد قادته اليوم يوم الملحمة، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اليوم يوم المرحمة، وعزله من قيادة ذلك الفصيل لأنه ما أراد أن يدخل مكة بصدور محتقنة مملوءة بالغضب تريد أن تعمل تصفية حسابات في مكة. فقال من ألزم بيته فهو آمن، ومن دخل بيت سفيان فهو آمن، بيت أبي سفيان فهو آمن، وعزل هذا القائد. إذن الإسلام في هذه المسألة، في مسألة الدماء، واضح وضوح الشمس. يعني أوروبا وأمريكا حاولت هل تعلم كيف فتحت سمرقند؟ يعني نصف دقيقة. ولذلك هذا الإسلام فتح القلوب قبل أن يفتح البلاد. أمريكا دخلت العراق لكنها هل فتحت القلوب؟ فرنسا قعدت 130 سنة في الجزائر، هل فتحت القلوب؟ ما فتحتش القلوب، قاوموها الناس بكل ما يملكون، مقاومة صامتة، مقاومة ثقافية، مقاومة مسلحة، وخرجت. الإسلام كان دخل في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، ابن قتيبة ابن مسلم الباهلي، لما كان هو قائد الجيش ودخل سمرقند. فلما دخل سمرقند، أهل سمرقند الطبقة المثقفة مثل ما نقول اجتمعوا وقالوا وكتبوا رسالة لعمر بن عبد العزيز، قالوا له جيشك دخل سمرقند وخرق أصول الحرب في دينكم. فبعث رسالة سيدنا عمر رضي الله عنه إلى القائد، قال له تشكل هيئة من الطرفين بقيادة، كان واحد في الجند في جند الجيش اسمه جميع الباجي، تؤسس هذه الهيئة لتحقق في المسألة هل فعلا تم اختراق من قبل جيش الإسلام في هذا الفتح، هل تمت مراعاة أصول الحرب والجهاد في الإسلام ولا تم اختراقها. فتم التحقيق من الطرفين، من الطبقة المثقفة أو الانتلكتوال تاع السمرقند وكانوا ما أسلموش، ومن الجيش. فتم التحقيق ووجدوا أنه فعلا الكفة رجحت لأن قائد الجيش دخل دون أن يراعي، فحكمت حكمها أن يخرج الجيش. نعم. وهو خارج أهل سمرقند فكروا ما قدروش يستوعبوا، معقول فيه جيش منتصر فاتح بهذه القوة فقط مراعاة لأخلاقه يعاود يلغي كل هذا النصر ويخرج؟ قالوا ما تخرجوش من سمرقند، وبايعوا جيش الإسلام، وإلى يومنا هذا سمرقند التي خرج منها الإمام البخاري وخرج منها. فلذلك أخي الكريم، إحنا جهادنا واضح، ما فيش تماهي، ما فيش ألعيب، هذه دماء تسيل. لابد لا يمكن أنت تواجه الطغاة، تواجه القذافي، وتواجه بشار الأسد، وتواجه الظالمين، وتواجه السيسي، وتسكت عندما يتم قتل الأبرياء باسم الدين. هذا معناه دبل ستاندرد. إذا كان المعايير المزدوجة التي نعيبها على الغرب، استقبلوا السيسي قبل كم يوم، السيسي في يوم واحد في رابعة قتل 4000. طيب كيف هذا الدبل ستاندرد؟ زعفانين اليوم على 120، وبالتالي حتى لا نقع في الدبل ستاندرد أو في الكيل بمكيالين، لا، نحن أمة تقول الحق ولو على نفسها، نحن ضد داعش، نحن ضد القاعدة، ومن يرجع للإنترنت يعرفنا،
ونحن ضد تنطع الإرهاب، وأيضا نحن ضد الاستعمار. أنا مجاهد قادة الروس، وأنا مجاهد أبارك كل مجاهد يرفعه ليدافع عن دينه، لكن هذا لا يعني نسكت على سواء كانت من طوني بلار أو من رامسفيلد أو من البغدادي أو من الظواهري، لأنه في المسألة دين نلقى به ربنا يوم القيامة. صحيح. نعم حاج عبد الله. الآن مشاهدينا الكرام مرحب بانضمام سمير بالعربي الناشط الحقوقي من الجزائر. سمير، كيف تتصور موقف الجالية أو الأقلية المسلمة ليس فقط في فرنسا بل في بلجيكا وفي إسبانيا أو في الدول التي شهدت مثل هذه الأحداث والتي روعت أبناء المسلمين هنالك؟ كيف ترى موقفهم اليوم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية لك ولهيئتك ولكل مشاهدي قناة المغاربية. شكرا. للأسف الشديد، أولا قبل أن نتكلم عن ما تشعر به وما تعيشه الجالية العربية الإسلامية في فرنسا وفي باقي أوروبا، يجب أن نذكر أن ما عاشته باريس بالأمس من أحداث مؤلمة ومن انفجارات عاشته الجزائر لعقد من الزمن كان حصيلته ميدان القتيل، يعيشه العراق وتعيشه سوريا يوميا، ولبنان وليبيا وغيرها من الدول تتأكد يوميا أن هذا الإرهاب لا دين له ولا ملة. نعم. نتأكد أيضا أن فرنسا الاستعمارية التي تتدخل سنويا في القضايا الداخلية للدول في العالم تجد نفسها عاجزة عن حماية عاصمتها. نتساءل سيدي الكريم لماذا هذا التعامل بمكيالين في قضايا الإرهاب الذي يضرب العالم الإسلامي والعالم الغربي؟ لماذا يجتمع العالم أجمع عندما تحدث عملية واحدة في دولة أوروبية ولا يتحرك العالم لمقتل شعب مسلم في فلسطين؟ لماذا لا يتحرك عندما يهجر الشعب السوري ويهجر الشعب الليبي؟ للأسف الشديد هذا محور آخر سمير، هذا محور آخر. أنا فقط كان سؤالي محدد حول الجالية، ربما أنت عشت في الغرب يوما ما. نعم. كيف قاست الجالية المسلمة الأقلية المسلمة جراء هذه الأحداث التي هزت الأماكن التي كانوا يقتلونها؟ أنت تحكي الغرب وتدرك جيدا أن المجتمع الغربي يعرف أن من يقوم بهذه العمليات هم بعيدون كل البعد عن الإسلام، ويعرف أنها بعيدة كل البعد عن الجالية التي تعيش في أوروبا. ولكن للأسف الشديد التطرف سيؤدي إلى أنه ستكون هناك عمليات عنف وعمليات رد فعلي تتمثل في حرق بعض المراكز. أذكر أنه بعد 11 سبتمبر 2001 مثلا كنا في إيطاليا، تم مداهمة ومراقبة وتفتيش الكثير من بيوت أفراد الجالية الإسلامية الذين يتحركون على مستوى المساجد. في سنة 2005 في تفجيرات مدريد تعرضنا لفشل الأمر وتم تفتيش المنازل وتم تشديد على التنقل وعلى وتم تشديد مراقبة للمراكز الإسلامية. للأسف الشديد يتم أيضا كما وقع بغلق الحدود، سيكون هناك مضايقات، ستكون هناك تأثير ورؤية سلبية للبعض ضد أفراد المجتمع والجالية الإسلامية، لكن هذه التأثيرات ستكون مؤقتة لأنهم يدركون المجتمع الغربي وأنت تعيش بين ظهرانهم، يدركون أن من يعيش هناك هم أول من يدافع عن تلك البلدان، يعرفون أيضا أنهم أول من يحمي هذه البلدان لأنهم يعرفون حقيقة معنى الإسلام، يعرفون أن العيش مع الغرب المتسامح في شعبيته ليس في أنفسه، يعرفون أنهم يتمتعون به بحرية لا يجدونها في أوطانهم، يعرفون أن المراكز الإسلامية هناك تتمتع بنوع من الحرية، يعرفون أن الإعلام وأنتم قناة إعلامية لم تتمكنوا من النشاط في الجزائر وأتيحت لكم الأبواب للعمل في أوروبا. كل هذا سيكون له تأثير سلبي، ولكن تأثير سلبي هذا سيكون مؤقتا لأن الحياة بعدها ستستمر.
طيب كيف سيمتصون؟ أنت الآن تحدثت عن التأثير، عن التداعيات والانعكاسات، الآن كيف سيمتص أبناء الجالية المسلمة المقيمة في أوروبا عموما وفرنسا خصوصا، كيف يمتصون هذا الغضب المتزايد جراء ما حدث؟ ما يمتص، كيف سيمتصونه؟ أنه سيوفرون، سيتعلمون أكثر كيف يدافعون عن الإسلام، سوف يفتحون الأبواب المراكز لمن لم يدخلها مجددا، سوف يعملون على نشر الفهم الصحيح للإسلام، سوف يجددون رفضهم وتنديدهم بالإرهاب، سوف يتعايشون أكثر مع هذه المجتمعات التي يعيشون فيها منذ عقود أو منذ أكثر من قرن. الجالية الإسلامية هناك استطاعت أن تثبت أنها أولا لها ولاء للأرض، لأنها فتحت الأبواب التي لم تجدها كوطنها، لها أيضا انتماء لتلك الأرض، لها أيضا دفاع ومساهمة، لأن كل أوروبا تشهد والسياسيين الأوروبيين يشهدون أن الجالية الإسلامية والجالية العربية منذ القرن الماضي كان لها تأثير كبير في بناء النهضة الاقتصادية والنهضة الثقافية، وكان لها أيضا مساعدة في الاندماج، لأن أوروبا الآن لا تستطيع أن تعيش بدون اندماج فعلي تام بين جميع فئات المكونة للمجتمع. طيب ماذا عن المراكز الإسلامية، المؤسسات الإسلامية؟ إن لم تتحرك اليوم فمتى تتحرك للم شمل الإسلام المسلمين المقيمين هنالك في الدول الأوروبية، وكذلك للحيلولة دون انتشار ما يسمى بالتطرف بين أوساطهم؟ سيدي الكريم، دعنا نكون صراحة، المجتمع الغربي يدرك أن داعش هي صناعة أمريكية غربية بأموال سعودية لتشويه صورة الإسلام. الكل يدرك المعنى الحقيقي لداعش، فقط وسائل الإعلام الآن تحاول التهويل وإعطاء بعد أكبر لداعش، للتخويف أكبر وللتأثير أكبر ولدفع الحكومات للتدخل العسكري أكبر في الدول التي بها قواعد من داعش، ولكن المجتمع البسيط يدرك أن الجاليات الإسلامية التي تعيش بينه أولا هي مجتمعات سلمية، هي مجتمعات خاضعة للتعايش، هي مجتمعات تدافع عن أوطانها. أذكر أننا سئلنا أكثر من مرة، هل أنتم مستعدون للدفاع عسكريا عن أوطاننا في أوروبا إن تعرضتم لهجوم خارجي؟ يدركون أن من يعيش هناك سلمي يرفض العنف ويرفض التطرف ويحارب من أجل أن يعطي صورة أحسن لهذا الدين، لهذه العقيدة العالمية. طيب، وهو كذلك أستاذ سمير، أنا أشكرك جزيل الشكر سمير بن عربي الناشط الحقوقي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف. أستاذ عبد الله، ممكن السؤال المحير الآن في أوساط أبناء الجالية المسلمة لخير المسلم وكذلك حتى خارج فرنسا الآن، من المستفيد من هذه الأعمال التي تكررت؟ ياريتها اكتفوا هؤلاء بعملية فرنسا إسبانيا، لا تكررت عملية شارل إيبدو، هي عملية أخرى وربما ستأتي أخرى، من المستفيد منها ومصلحة من يعني؟ يعني قبل أن نتكلم على من المستفيد، دعنا نحسم الأمر ونقول من المتضرر. المتضرر قد وقفنا عليه. المتضرر رقم واحد من هذا هو الجالية أو الأقلية المسلمة في بريطانيا. أنا لست أدري رب عائلة في فرانكفورت ولا في باريس ولا في لندن يذهب إلى بيته ويعود إلى عمله سواء كان طالب أو كذا، لست أدري يوجد نفسه أمام كم من هائل من المضايقات من التحقيق، إذا ركب في المترو محل شبهة، وإذا ركب في الباص محل شبهة، وإذا دخل معمله محل شبهة، إذا دخل مدرسته محل شبهة. يعني هذا التضايق، يعني وين فائدة المسلم أو العائلة المسلمة سواء كان أو المؤسسات الإسلامية، مسجد أو جريدة أو جامعة أو مركز أو فضائية؟ ماني شايف أنا أي فائدة. وهذا ما يغذي الإسلاموفوبيا، ماني شايف فيها أي فائدة. يعني واحد فرنسي الآن خارج من عمله وذهب إلى مدرسته أو كذا ويعود حتى يلقى روحه يسمع الأخبار قتل البارح 150 في مطعم وفي التفجير وكذا،
وين الفائدة؟ وين الفائدة؟ يعني ما هي الفائدة؟ قد لا نقول الفائدة الشخصية، وين الفائدة على الدين؟ وين الفائدة على الصالح العام؟ لكن نستطيع نقول بشار الأسد، إيران، مجموعة الذين وقفوا مع بشار الأسد، بعض المجموعات أو بعض الحكام الذين أجهضوا الربيع العربي، نعم مستفيدون. بشار الأسد أول يوم قالها وأنتم أشرتم إليها، قال انتبهوا هذه حرب كونية. المفتي مفتي سوريا قال في خطبة الجمعة بعثنا وسنبعث استشهاديين، بهذا التعبير قال، مش حتى انتحاريين، سنبعث انتحاريين استشهاديين إلى أوروبا وأمريكا. معناه هذا لنؤكد ما قاله بشار الأسد. إذن معناه هو المستفيد، الشعب السوري مش مستفيد، الربيع العربي مش مستفيد، جاليات المسلمة أو الأقليات المسلمة مش مستفيدة، الفضائيات والجرائد وحقوق الإنسان والعرب اللي هنا موجودين في أوروبا مش مستفيدين. إذن من المستفيد؟ داعش؟ ما تقدرش داعش تحدد لنا مصلحتنا ومستقبل أولادنا ومستقبل ديننا ومستقبل حرياتنا، كما قلت، لأن داعش هي قتلت من المجاهدين في سوريا أكثر من ما قتلت من غيرهم، كل يوم تقتل ناس. يعني أكثر المتضررين من داعش هم المجاهدون أو هم المقاتلون أو المقاومون أو الشعب السوري بصفة عامة. فإذا المفسدة واضحة، هي واقعة على الإسلام وأهله، واقعة على الحريات، واقعة على استقرارهم. المستفيد منها الذين بشروا بالربيع العربي وأجهضوه، الثورة المضادة، الدولة العميقة، بشار الأسد. أنا مش فاهم، يعني معقول يعني ولو بغلط، حتى لو بغلطة، ما فيه ولا إيراني في غوانتانامو؟ طيب معقول هذا يعني هذا 60-70 مليون إيراني مش معقول فيهم واحد ولو بالغلط هكذا يأكله قلبه على اللي راه يصرى في 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 فلسطين واحتلال القدس وكذا، ويروح يعمل حاجة بالغلط؟ كل شيء under control، كل تحت المراقبة في إيران ولو بغلط. ما فيش ولا حزب الله بالغلطة واحد فيه من حزب الله يفجر نفسه في ألمانيا ولا في كذا، مما يعني أن اللعبة أكبر. الباب المفتوح للاختراق، الباب المفتوح للاستثمار الدنيء في أولاد المسلمين هو باب المسلمين، لأنه لا أنظمة رسمية تمثلهم، المفروض يكون فيه دولهم الرسمية المنتخبة، إذا كانت منتخبة هي التي تشرف على هذا التخبط. بالنسبة لهم ما يهمهمش، ما قلنا لكمش، بالعكس في كثير من الأحيان هم يكونوا فرحانين أكثر. طيب ما قلنا لكمش انتم هذا الناس احنا نعرفوا، قالها القذافي مرة في لقاء، قال لهم هذا الناس احنا نعرفوا كيف نتعاملوا معهم، نعرفوا التريسينتي ونعرفوا التعذيب والإعدام خارجا، رحتوا طلعتونا خرجتونا انتم بهذا الشعارات نتاعكم حقوق الإنسان وكذا وكذا وكذا، جمعتوهم عندكم كلكم، احنا نعرف كيف نتعامل معهم. سمح لي شيخ عبد الله، سأعود لك بعد لحظات. قلت مثل هذه الأحداث فعلا أدت إلى زيادة ما يسمى الإسلاموفوبيا خاصة في أوروبا. في الآونة الأخيرة هنالك فيديو التقطه أحد الحاضرين في محطة للقطارات، حيث كان أحد المواطنين ربما بريطانيين حسب ما يبدو في الفيديو، أنه حاول أو دفع بالفعل دفع ببنت مسلمة ترتدي الحجاب من أجل أن يدهسها القطار. نتابع هذا الفيديو ثم نعود. قلت أنه أحد الحاضرين في المحطة صورها، بل هي صور طبعا تسجيل الكاميرا الموجودة هنالك مثبتة، هي التي صورت هذه الحادثة، والكثيرون قالوا هذا ما يؤدي إلى زيادة ما يسمى الإسلاموفوبيا. كيف تعلق أستاذ عبد الله لهذه الحادثة؟ أي أكيد صاروا ينظروا بالشك والريبة لكل من يخالفهم من ناحية الزي، من ناحية الفكر، من ناحية الرأي. أنت في النهاية محظوظة البنت أنه كان القطار سريع وبالتالي لم يجري لها أحد. كما قلت من قبل أخي عثمان، أنت الآن ربما محظوظة هذه الصورة لأنها التقطت. أنا على يقين مئات وآلاف الحالات مثل هذه تحدث الآن في هذه القرية أو في هذا الشارع أو في تلك المدينة هنا وهناك، تحدث
ولكنها ما تصورتش. فالضرر واضح، الضرر لا يختلف عليه اثنان، وخاصة أنت تعلم العوام، يعني الناس تتأثر في كثير من الأحيان. الإعلام اليميني المتطرف والأحزاب المتطرفة اليمينية أحيانا هذه فرصتها الذهبية، أنها تشحن العامة، تشحن عامة الناس، وبالتالي إنسان ماشي في الشارع شاف يا أخي ليش هذا، أنا ما زناش هذا الإرهاب من أي جهة أخرى، دائما هذا الإرهاب معه الله أكبر ومانيش عارف وكذا، فهو لأنه هذا مش خبير، هذا ما قراش السيرة النبوية، هذا ما قراش القرآن الكريم، هذا إنسان منهك في عمله، منهك في خدمته، ربما يشتغل 5 أيام ومستني السبت والحد متى يجي يروح يسهر في الباب، يسهر في المخمرة وكذا، فجي أنت وتعطيه جرعة مثل هذه مشحونة، فيصير يحكم على الناس بأشكالهم بظواهرهم، من خلال اللحية ربما، من خلال العمامة، من خلال الحجاب، من كذا، وبالتالي تحدث هذا. لذلك لست أدري، داعش لا تمثل الإسلام ولا تمثل المسلمين، القائدة من قبل جربت هذا وخرجت، أنا كنت أتحدث يعني القائدة نفسها خرجت على هذا المنهاج، وبن لادن قبل مقتله لما رأى الربيع العربي وما حققه عمل نداء لكل الشباب وقال عليكم بنهج، هذا النهج هو الذي يأتي بالخير ويأتي بالحقوق وليس نهج التفجير، فراحوا خرجوا لنا داعش أسوأ منه. الآن صارت القائدة صارت كأنها مديريت، صارت معتدلة أمام داعش. نعم، وهو كذلك عبد الله نصر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. وأذكر مشاهدينا الكرام بأن تغطيتنا ما تزال متواصلة، لكن أرجو من الإخوة أن يعطوا الفرصة للذين يقيمون في الخارج وليس الذين هم موجودون في الجزائر الآن، تعطى الأولوية لمن هم في فرنسا، في ألمانيا، في بريطانيا، في إيطاليا، حتى أن نستوعب أكثر فأكثر وجهات نظرهم وأفكارهم حول الذي حدث في فرنسا، كيف تلقوه وكيف العمل للحيلولة دون تكراره. هذا بالنسبة لبرنامجنا التفاعلي بعد لحظات، لكن أذكر فقط أن تغطيتنا ما تزال متواصلة لغد بإذن الله، وفي الغد بإذن الله سنتحدث عن تداعيات أخرى، انعكاسات أخرى، ولماذا أوروبا أيضا تريد حلا أمنيا لقضايا المسلمين دوما. الشكر موصول لضيوفنا الآخرين، سمير بالعربي الناشط الحقوقي كان معنا من الجزائر، وفيصل المطاوي أيضا كان من الجزائر، وهشام عبود الكاتب الصحفي كان معنا من باريس عبر الهاتف. شكرا لكم.